كابتن رمضان، انت وحضرتك قاعد بتتفرج على مباراه الترجي الاولى اللي كانت في رادس، هل كنت تتوقع ان يظهر النادي الاهلي بهذا الشكل؟ يعني بمنتهى الامانه، بمنتهى الصراحه، لا. يعني مش بنفس الشكل دوت. انا قلت ان هو الراجل هيروح هناك هيضيق مساحات ويقفل ويلعب على نتيجه الحقيقه ان قريبة. هو قريبه، ومثلا هيعمل 0-0، هيعمل مثلا 1-1، لكن الاداء اللي اتعمل في المباراه اللي هناك لا، ده اداء غير متوقع الحقيقه. في يمكن سببه ايه يا كابتن بقى؟ سببه زي ما بقول لك، المرحله اللي كان عليها الحقيقه لعيبه النادي الاهلي اجهاد كبير جدا جدا جدا، برضه 6 ايام الاجازه، برضه دي سبب رئيسي. وسبب رئيسي اللي انت هتشوفه اسلام في الاربع مباريات اللي جايين، ان برضك خلاص يعني انت النهارده تخلصت من حاجه. وخلي بالك الاجهاد ده مش حاجه، لا طبعا، ما احنا شفنا خلي بالك يوم ماتش المحله لما تعادلنا، ويوم الماتشات اللي تعادلنا فيها زي ما حضرتك بتقول، تحس ان دايما بنقولها ان انت بتوصل للعيبه مش قادره تجري بالظبط. يعني اللعيبه اللي هي مثلا مميزه عندك جدا في كميات الجري والحاجات دي كلها، ومثلا السرعات مش عارف، مفيش موجوده. فبالتالي لا، يعني من ضمن الحاجات يا اسلام الحقيقه اللي برضك الناس بتعلق عليها الحقيقه الفتره الاخيره، رغم ان انت بتعمل نتائج ايجابيه وان انت بتكسب كل مباراتك اللي بتلعبها، الكرات الطويله. يقول لك ده مش اسلوب لعب النادي الاهلي. طب يا جماعه، احنا بنشوف كرات طويله، يعني مش يعني بهدف يعني كل يعني انت عارف ايه فيها ربط. انت النهارده مثلا مش الكره الانجليزيه اللي من 20 سنه دي اللي كان بيحط الكره على راس الحربه، انت بتنقل وبعدين ده انت بتحط الكره في مساحه انت مره لعيبتك عليها، عشان محمد شريف يروح عليها، عشان محمد طاهر يروح في المساحه دي، عشان حسين الشحات يروح في المساحه دي. وكم مره انت حرصت اهداف من دي؟ يبقى دي مش الكرات الطويله العشوائيه اللي الناس تقول لك دي مش اسلوب لعب النادي الاهلي. هو ما فيش حاجه اسمها كده خالص. ده انا بالعكس، ده لو ناس بتحلل مثلا صح فعلا، يعني ده الراجل دوت عمل حاجه اعتقد ان في مدربين كتير جدا في مصر وفي الدوري المصري ممكن يشتغلوا عليها. لان انت النهارده بتعمل زي ما بقول لك، بتقعد تحضر وتعمل استحواذ مثلا 6-7 تمريرات، وبعدين انت رابط في تحرك جناح عشان يروح والجناح يخش جوه والباك يجي من وراه، وعشان يروح تلاقيه هو رايح للجول. بتعمل الاستحواذ ده عشان تتحط لمحمد شريف. وكمان ايه، اذا انت كمان بتستخدم او بتستغل ان انت عندك 3 لعيبه في الحته اللي فوق، محمد شريف وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات، جايه مثلا عندهم عنصر السرعه يعني بيفوق اي مدافعين موجودين في افريقيا او في مصر. بدليل ان انت مش ضربت بيهم بس، مش ضربت بيها باللعبه دي المدافعين المصريين في الدوري المحلي، لا ده انت ضربت كمان في افريقيا، انت جايبين جوال كتيره جدا من نفس الطريقه. طيب خلينا